زيادة الوزن لا تحتاج كل هذه المهارة، أما إنقاصه فقصة عويصة. شهور من الدايت والرياضة قد تذهب هباء منثورا خلال أسبوع، لكن لماذا نكسب الوزن أسرع مما نخسره؟ أمامكم خياران، الأول ليس النظام الغذائي ولا معدل النشاط، فهذا معروف، لكن هناك مثلا اضطرابات النوم، فالاستيقاظ المتكرر أثناء الليل وقلة النوم تؤدي إلى زيادة استهلاك الطاقة، ما يعزز الحاجة للتعويض السريع بحبة دونات أو ما تشتهيه الأنفس من سكريات ودهون. هناك أيضا التوتر والقلق اللذان يرفعان هرمون الكورتيزول، ما يزيد الشعور بالجوع عند البعض والرغبة في تناول أطعمة عالية السعرات الحرارية، حتى أن زيادة الوزن السريعة قد ترتبط بحالة طبية لم يتم تشخيصها مثل قصور الغدة الدرقية أو أمراض القلب والأوعية الدموية. أما الخيار الثاني، الجيم بعيد، ما في وقت، عزموني على كيك، أحرجوني آكل معهم، وأنت تعرف جبر الخواطر.